والصعودي لا يزال يسيطر نوعا ما على هذا الأداء. هل ستصل أونصة الذهب إلى 1800 دولار هذا الأسبوع؟ العوامل المساعدة لارتفاع الذهب أعتقد هي قوية بشكل كبير في الفترة الماضية. إذا نظرنا إلى توجهات المستثمرين في المقام الأول فنجدها تتجه نحو السندات المحمية من التضخم بشكل كبير، وذلك فيه دلالة وضمنية على أن هناك مخاوف من أن التضخم قد يرتفع بشكل كبير في الفترة القادمة، وبالتالي يجب البحث عن خزانات القيمة إجمالا وعلى رأسها الذهب الذي ارتفعت حيازات حسب تقرير بنك اوف امريكا ب 2.9 مليار دولار امريكي، الحيازات فقط التي حققتها الذهب في الآونة الأخيرة، وذلك بنتيجة الطلب على الملاذات الآمنة وأيضا وجود الخوف من الموجة الثانية من كوفيد 19 الذي يعني عادت المنحنى الحالات ليرتفع وبشكل حاد في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا وفي نفس الوقت لا يوجد هناك توجه نحو إغلاقات جديدة لأن الاقتصاد العالمي ضعف والأمريكا على وجه التحديد ضعف وبشكل كبير، بالتالي لن يكون هناك إغلاق. إذا المستثمرين متخوفين من الفترة القادمة ويتجهون نحو الملاذات الآمنة وإلى السندات التي تحمي والأوراق والETFs التي تحمي نوعا ما من التضخم ويكون لديها حيازات سلعية وعلى رأسها على رأس هذه السلع الذهب على وجه التحديد الذي ممكن أن يمهد الطريق نحو 1800 دولار للأونصة خلال فترة قصيرة جدا من الوقت الحالي، ونحن قريبين حقيقة الأمر حسب وفق وتيرة تحركات الذهب في الفترة الأخيرة، فإن مستويات 120-130 دولار يمكن أن يحققها الذهب بفضل هذه العوامل الموجودة حاليا خلال فترة قد تقل عن أسبوعين. نعم، دعنا نعود إلى يعني النفط ويعني المخاوف من أزمة كورونا وتداعياتها، تخمات المعروض ما تزال تؤخر لدينا مستهدفات النفط التي ربما كانت قد أوهمتنا أنها تتعافى، بدأت بعودة النشاط الاقتصادي في الكثير من القطاعات العالمية، وبالتالي توقعنا أنه يرتفع الطلب على المشتقات النفطية بالدرجة الأولى، وهذا ما حرك مصافي التكرير التي حركت بدورها المخزونات المتراكمة. إلى أي حد تعتقد سيد رائد أنه مستويات النفط ستبقى تحت هذا الضغط متأثرة بالمخاوف العالمية من موجات متتالية لأزمة كورونا؟ يعني بالتأكيد رولا، النفط كان هناك مبالغة نوعا ما في تقييم الإيجابية للواقع الراهن، 1.4 مليون برميل زيادة في المخزونات بالتقرير الأخير لمخزونات النفط الأمريكية، هذا إشارة واضحة على أن ما يتم يعني إنتاجه من النفط والضغط الموجود حاليا في سوق النفط، وإن كان هناك طفرة نوعا ما في عملية الطلب بالفترة الأخيرة بعد الأزمة أو بعد أزمة كورونا، فهي كانت بنتيجة التفاؤل والإيجابية بالفترة القادمة بنتيجة أكبر أو بفعل أكثر من أنه فعلا يوجد هذا الطلب المستدام أو الطلب القوي. هناك آفاق يعني المستثمرون إجمالا يفكرون ahead of time، بالتالي أنا مسبقا أقوم بالطلب وأقوم بالإنتاج لتلبية الأسواق واستغلال إعادة فتح الاقتصادات بشكل كامل. ولكن حتى اللحظة نحن نقف أمام العديد من الإغلاقات الجزئية الموجودة حاليا في الاقتصادات وعادت العالمية، يعني وهذا السؤال إنه حتى أمريكا بعد تسجيل إصابات يعني بموجة ثانية تفاجئ التقديرات المحتملة لاحتوائه، هذا ما دفع الاقتصاد لإعادة إغلاق جزئي بعكس ما توقعناه من عودة افتتاح، ولكن هذا الإغلاق الجزئي لا يزال مصيري ومؤثر بشكل كبير طبعا. على آلية الطلب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال هناك ضغط كبير على مفاصل رئيسية وقطاعات رئيسية منها الطيران والنقل الجوي وأيضا بعض يعني خلينا نقول النقل الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية للسلع والبضائع، الذي يعرقل ويوقف عملية يعني خلينا نقول النمو الاقتصاد بشكل بكما ينبغي، وبالتالي هذا الإغلاق الجزئي الذي نراه في بعض الولايات بشكل كامل حتى اللحظة يعتبر يعني ضغط إضافي بالإضافة إلى فيروس كورونا وتأثيراته والحالات التي يحققها أو الضغط الذي يخلقه على قطاع الصحة على وجه التحديد. هذا الأمر بدأ يعيه الاقتصاد العالمي وبدأ يرى أن الإغلاق الاقتصاد
سوف يضعف الاقتصاد بشكل كبير حتى لا يتمكن قطاع الصحة حتى من الوقوف لحماية الحالات أو لوقف الحالات بشكل كبير، خصوصا مع غياب اللقاح الشافي والنهائي لهذا الفيروس واستمرار الحالات وارتفاعها بشكل مهول وكبير جدا. بالتالي يعني هذا آلية القلق تضغط على أسعار النفط، وممكن نشوف أسعار النفط دون مستويات $30 للبرميل بالنسبة لـ WTI على وقع هذا الضغط السلبي الذي نراه في الوقت الراهن والموجة الثانية من فيروس كورونا. نعم رائد، شكرا لك على كل هذه التحليلات والتوضيحات، وأنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكس.